يحاول داني ألفيش ظهير أيمن برشلونة والبرازيل السابق الهروب من السجن في إسبانيا على خلفية احتجازه لاتهامه في قضية اغتصاب. ألفيش يدرس اللجوء بشكل غير قانوني للبرازيل في حالة الحصول على إفراج مشروط في إسبانيا، وهذا ما صرح به ألفيش لشريكه في السجن بأنه ينوي الهروب للبرازيل بمجرد الحصول على إفراج. ألفيش يعتمد على عدم وجود اتفاقية تسليم المجرمين بين إسبانيا والبرازيل، ولذلك رفضت المحكمة الإسبانية طلب ألفيش بالإفراج غير المشروط عنه 3 مرات تحسباً لهروبه معتمداً على شهرته وأمواله. ألفيش واجه اتهام بالاعتداء الجنسي، ومن الممكن أن تصل مدة حبسه ل9 سنوات. بدأت القصة عندما اتهمت فتاة في ملهى ليلي في برشلونة في ديسمبر 2023. اتهمت ألفيش بلمسها بشكل غير لائق دون إرادتها، ليتم إيداع ألفيش في الحبس الاحتياطي بعدما أثبت الطب الشرعي وجود السائل المنوي لألفيش داخل جسد المرأة وعلى ملابسها. ألفيش أعطى شهادات متضاربة عن وجوده في ملهى الليلي، والتي تعارضت مع الأدلة التي جمعتها شرطة كاتالونيا وشهادة الحضور. برأيك كيف تنتهي قضية داني ألفيش؟